حقيقي ما فيه ولده استبخر ويرفدوا على الجمال. احنا اليوم واعيين واصبحنا حاجه يعتنوا بالكسب ويجيبوا القافله يجمعوا شي من الدبش ويجيبوا الكسي ويجيبوا جلالي يشربوا لبنها ياكلوا لحمها يجيبوا عليها منين تصح وقال الله يعمر هذا الله يودي يرجع النبي بخير ولا خير. اسمعني هذه مستعريه وهذه كذا وهذا نوع كامل تحرموا. هذه الغيوم الملبدة في السماء لم تجد منذ 7 سنوات عجاف بزخات غيث أو مطر لتظل مانحة أملا كالسراب حاجبة لهب الشمس الحارة عن هذه الأرض التي اشتاقت لقطرة ماء. ورغم قلة الماء وكثرة الخصاص لا تخلو خيمة في الصحراء من حليب الماعز الصحي أو لبن النوق الشافي يقدم للعابرين كعربون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. الطريق فين غادية؟ هي هذه بعيدة مازال؟ قريبا شحال؟ شحال من كيلومتر؟ وسط هذا الفضاء القاسي ظل أهل الصحراء محافظين على أقدم نمط عيش عرفه الإنسان، جبلوا على الأخلاق النبيلة والكرم الفياض يحدوهم أمل غد أفضل، رجالا كانوا أو نساء، شيوخا محنكين أو أطفالا أبرياء. هذه عوين تيتوسة قديمة وأهلها من الناس اللي هما ما يزيد على تقريبا 700 سنة هما ساكنين هذه الأرض. وسط القبيلة تيتوسة كلها ماشية من هذه الأرض، من هم من عوين تيتوسة الجهة أسا منطلقة من عوين تيتوسة، تتكون كامل عناصر تيتوسة من هذه عوين تيتوسة. هذه عوين تيتوسة من دور والأرض مثلا عن أهلها يعتنوا بالكسب البل والغنم والنحل وهذا الشيء، الجبال كامل ملانين بهاك الجنانات ديال الصبار، وهم علاش يعتمد على النحل وعلى الكسب وعلى الفلاح. والله تبارك الله يا مولانا، تقاليد كنا نبنوا الخيام في الخلو ونسكنوا في الوديان ونسكنوا في الفدر، ياك تفهمت. ايوا حمدنا مولانا ونوردوا ونطيبوا الخبز بيدينا، نعجنوا ونطيبوه بيدينا ونمشوا ننزلوا في الجو ونبنوا الخيام كبارات عالم مولانا ويقعدوا فيهم الرجال الصالحين، ياك سمعت. ايوا هي وتجي جماعه صالحه وتقعد في خيمه مع دلات هلال علاش خاص. وبالنسبه للمسائل الصالحين مولي يجيبهم الرجال، بالنسبه للقطايف وبالنسبه للمسائل الصالحين يجيبهم الرجال، ياك فهمت. ايوا رايك حنا مولانا يا ربي رانا حامدين كولي هامده، حمدنا مولانا اصبحنا اليوم واعيين واصبحنا حاجه مسؤوليه زينه عندنا، وعاد الضوء عاد لا يجينا يا ربي حامدينك، وعاد المسائل الصالحين لا يجونا يا ربي رانا حامدينك. وبالنسبة لرجالنا هما اللي سبوا لنا ذاك الشيء، ياك انت ذاك سامع. هو حامدين مولانا يا ربي حامدينك. انت كدير انت النحل؟ وعيت على والدي، جدي خدمته النحل، وبويا خدمته النحل، وانا من نهار بنيت الخيمة خدمتي مولي النحل. الحرفة أبن عن جد؟ أيه من جدود الأولين. الجد الأول مات في 130، البو مات في 120، وأنا الله أعلم. شحال عندك دابا أنت؟ عندي 62 63. المهم واحد فيهم تعطي 3 يترو.
فيهم تعطي ربعة، فيهم تعطي واحد، فيهم قال ما تعطيك، ما تعطيك شيء بحال بالعام، ما تعطيك شيء. إيوا الصندوق يعطيك ذيك 10 5 5 10 زينة، والسلال ما هم واحد خلق اللي تعطيك مليح. باش كاين التزلزل ديال هنا ديال في الجبل بالنسبة للناس ديال المناطق أخرى؟ هوني تبع من 3500 إلى 4000، ودروك عاطين يلودوا له ب 6000 ريال ما راهو. اليوم هذا جاي يلودوا له ب 5000 ريال، قلت لهم ما عندي دواء، ما هو كاين. انه هذا العام عندي الا شي بركه من النحل ومشات بالعجله. ديك الشيء اللي قلعت فيه مشى بالعجله. هو دروك هذا العسل هوك من 25 3000 25 3000 25 3000. يجيني من لهيه شي حوايج عندي شي شي زباح لهيه يتباع بديك 25، لأن عسل هي وهون مهم واحد. عسل هون يفوت حتى 40 سنة ما يخسر. عسل هي عنده عام، عنده عام عام صافي ومازال يغلو. وعلاش؟ نجي داك الشيء؟ أصل السرح إلا صدار هون مليحة وعسلو نقي. إيوا هذا هو. إيوا حمدنا مولانا، هذا التاريخ مولي من الحق، هذا التاريخ التالي. الحمد لله الناس ما تلات هاش تخطاتوا، كانوا فيها وين كامل 10 رجال في البيت و15 وكلها ضريك. الحمد لله كل راجل عنده دار ودارين بوحده، ما هو كيف ذاك التاريخ يقوم الراجل يبني دار وحده. ذيك الساعة التقات 60 راجل ولا 50 راجل تبني هذا الدار وتفوت زمان وهي خدامة. اليوم الراجل يوقف الدار الحمد لله في شهر ولا في شهرين ها هو قابض سواريته بوحده، ما هو بحال ذاك التاريخ. وهذا ياسر ياسر تبدل مات ياسر الخيمه مات لا كاين عاد لنا من الشرويط عاد لو حنا تي العليات مولي، ولكن ما هي من الشعر، ما هي من ذاك تغرشيلو ونزيزو الى خيره، ما لا تبقى ديك الحاله. بقات الحمد لله الا اللبس موجود ونعدلو منه الخيام ونسكنوهم الا بغينا نسكنوهم نسكنوهم، بغينا مولي نبنوه في مناسبه نبنوه. جوج مسائل، العسل الحقيقي اللي ما فيه ولدة ما فيها دقيس ما فيها أي حاجة، اللي عملته له يصلح له. اللي بغيته بغيت دواء دنقندي بغيت دواء البرد بغيت اللي عدلت له يخدم له في زي الماكلة. لا هو خلط عليه شي حاجة، لا العسل نقي نقي جا من القيل اللي بغيت فيه، ولا عاد ما هم قيمة كاين فيه ولا. الأجداد الصحراويون الذين شقوا الطرق وسط الفيافي واستدلوا بالنجوم في ظلمة الليل وأرسوا دعائم لاستمرار موروث حضاري وثقافي، تركوا للأجيال الصاعدة روح التحدي والسير على نفس الوتيرة والعزم على إيجاد الحلول لفك العزلة وربط الاتصال. الشيء بعد نوبه من النوبات كلو درزوني طحنا هاد البليده درنا لها هذا العود وديما نوقفوا العود هاك ونجيبوا البورطابل وندروا الحيله كيف تاك ويطيح عليه الريزو قد قد. ومن بعد نتكلموا مع ابن عم مع الاهالي في العيون الصماره وعيون نتكلموا معهم في عيون تيتوس المهم ونديروا معاهم ميعاد ميعاد. الو نعم وايه ما كتسمعنيش مزيان؟ بخير كي داير؟ لاباس عليك؟ البارح؟ لا ما عيطتش لك البارح، لا ما عندي فين نعيط لك. داك التوقيت وجو هما كيصون علينا كنقعدو نوقفو في زر الدار نوقفو في زر الدار من هون فوت واحد شويه كنصنطو البورطابل كيعيط كنجو كنتلفنو مع البنيعة يعني نتكلموا معاهم. هاد الخشبة هي اللي كتعطيكم الريزو؟ هي اللي يعني مسكنا البورطابل وعطتنا الريزو مزيان، وهاد المنطقة كامل فيها الريزو. هاد المنطقة كلها فيها الريزو، بان دابا وهي في جر الدار من هنايا. الأهالي والأحباب عيني نتصل بهم
وهذه هما اللي رافه زينه رافه زينه الحمد لله وبارك الله في العلم اللي صنعوا هذا البورطابلات وانتصم على الاخوت والاحباب باسرع وقت كما بحال اذا كان معاك وحاضر معاك الحمد لله. لا 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 يلا انا نري واحد شويه ديال الريزو في واحد واحد العصا فاش فاش كاين صافي بخير. سمعت والو؟ الو الو يمشي هذا الشيء والو كيهرب الريزو. الو حرك حرك باش يشد الريزو. الو سولت عن انت داير القوافل سولت عن القوافل كيفاش كانوا يعملوا عندنا. احنا مثلا القوافل عندنا كانوا مثلا الناس يمشوا باقيين يجيبوا شي من مثلا الزاد والله ذي اللي يؤمنوا به سواء من الزاد سواء من اللباس سواء من كذا يمشوا بالجمال ويبيعوهم إذا استطاعوا مثلا عاد موجود لأن كل شيء مثلا كان يجي كان السوق مثلا المعتاد هو قليميم لأن يعني قليميم هو باب الصحراء ولكن في بعض الأحيان عياو المواد يكونوا مهما توفرت فيه كاملة يمشوا الناس لقدير ويمشوا لمراكش ويمشوا لهذه المدن الثانيين ويجيبوا القافلة يجمعوا شيء من الدبش ويجمعوا شيء من مثلا القماش متكاني ويشدوه على ذوك الجمال. ذوك الجمال الناس عندهم نباهة في الأرض احنا درك اللي منا بغى يمشي حتى إلا مشى في السيارة سوا قاس العيون وسوا قاس طنطال يقد يمشي بدون قدره يمشي مثلا عارف البلاصة اللي يأخذ منها حتى في السيارة خليه الجمال عارف البلاصة اللي لا يكون مثلا فيها البلاصة اللي هي يجبر فيها المرعى ديال الجمال ديالو وعارف البلاصة اللي فيها الماء وعارف المدة اللي يفوت. فوائد البل المشهورة ومعروفة وسمعناها عند الأهالي ومروثة من الوايل بالتجارب. هذه البل فوائدها لا تحصى ولا تعد ولكن اللي نذكر من بين هذه الفوائد وهي أنها الزائلة منين تصح ذاك اللي أعطاها الله من الصحة يظهر على ظهرها ذروتها مثلا تبين عنها راهي تفتخر به ما تجحد النعمة. ثانيا هي منين الناقة تعشر تفرح الكساب كسابها تفرحوا عنها راهي حملت زائلة ثانية معها. هذا 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 من فوائد البل وفوائدها كثيرة. فيها الدواء للإنسان هي فاقها فيه الدواء يشربوه الناس والدواء به وهذا مجرب. فيها البنها فيه الدواء ويعتق الإنسان وفي نفس الوقت فيه الدواء. فيها ذروتها فيها الدواء شحمد اللي هو الذروة. فيها الحمها فيه الدواء للإنسان. ركوبها ركوب البل ذيك الراحة ذيك الرائحة لا راها إلا ركيبوا لبيلي مثلا عنه خالق بلد من الهواء من يعود إنسان راكب على زائلة يجبر نوع من الهواء ينقش أذهانه ويفتح عقله وحتى الشعراء في ذاك الوقت كان واحد ما يبقى يشعر لابد أن يركب على الزائلة إلين يجيه ذاك النظم ويجيه ذاك الشعر. وفوائدها لا تحصى ولا تعد البل. إذا كنت ماشي جنوبا لا تشوف ذيك النجمة ولا تمشي عليها إما تمشي عليها نيشان وإما تديرها على حاجب عينك اليمين وإما تديرها على حاجبك اليسار. كاين كاين أرض مثلا معروفة ما فيها الجبال ولا شجار قلال ولا فيها شيء الإنسان ما يعرف فين يغد أشي باش يستنار هو لا يستنار نقولوا قبور المسلمين لأن القبر ديما ديما قبر المسلم ديما تجبروا تجبروا مثلا جنوبا الراس ديال الإنسان إما جنوبا والكرعين الشمال وصدر الطالح مولي كذلك الأشجار لأن عيات الأشجار ديما ديما تعود العراش ديالها دائما داير الجنوب لأن دائما الرياح دائما تجي من الشمال دائما احنا هذه البلدان دائما تجي من الشمال اللي عاقبه الرياح تجي منه هو مثلا دائما الرياح نقولوا تجي من الشمال دائما تجبر مثلا الرمله في جنوب الشجره الى ما عاقبه الرياح عاصفه جايه من شي بلاصه عاقبه الارض اللي تعرف عن الرمله اللي تكون في الصدر من الجنوب من الجنوب الى تمشي كاع على نقولوا في ذي الارض مثلا ما تلاقوا فيها جبال وماشي على شي الشرق لان النجوم يطلعوا من الشرق
ودائما تقبض هذو النجوم اللي يتعلاو وتقبض ذوك اللي طلعوا تشوف بعينك. هذو طلعوا تعلاو ما تلاو مثلا عادوا فعلوا السماء. لا تقبض ذوك الثانيات اللي طلعوا في بلاصتهم باش ما تذهب. يمكن التهيت تنعس التهيت تنعس. هذه كاين ارض جافه ما فيها والو بحال هذه. ذيك الارض الجافه الا بت فيها مثلا ما فيها شجره ما فيها حجره ما فيها جبل الناس منين يباتوا لا بد له يدير واحد الخط دير مثلا علامه على البلاصه اللي كنت ماشي شورها باش ما تضيع. لانه لهي نمشوا عارفين ريك البلاصه اللي ماشي لها عارفين شحال بيننا مثلا من المده بيننا مع الماء اللي غادي نشربوا منه وعارفين بيننا مع المده مع حتى اهلي اللي ماشي قايسهم البلاصه اللي هم فيها. لانك عيد تمشي عين معينه لك في بلاصه تجبرهم كنت معينهم نقولوا في السماره تجبرهم اليوم قاسوا العيون. روحه شنو رفع داريس اولاد مولاي ادريس اولاد مولاي عبد السلام هذو الرقابات اللي يمتازوا به هما سيدي احمد الرقيبي وصاهم عنهم انه هو من انتقل من الدنيا قال لهم ما خليت لكم عدو في الدنيا هذه الاسلام كامل احنا نحبوه ويحبنا واللي مصيكم عليه العدو الكافر باش قديتوا تدفعوها دفعوها لكم وخلى لهم القران والعلم واللي يمتازوا به في الأرض المواشي وهي الإبل يحملوا عليها البضائع يركبوا عليها تنقلوا عليها من هون لهون يشربوا لبنها يأكلوا لحمها يجيبوا عليها المأكول من البلد اللي هو فيه هي سفاين البر عندهم كانها هي الانظروفار اليوم تموا في هذه الأرض هذه هي طبيعتهم اقتصادهم الأبل والغنم والفلاحة والتجارة يجيبوها من السودان ويجيبوها من موريتان ويجيبوها من المغرب شنو من الأشياء اللي كانوا كيجيبوها شوف يجيبوا الملابس هذا ويجيبوا ذلك الطائف اللي تراعي فيهم هاو يجي لها من المغرب ويجيبوا الكسي ويجيبوا الجلاليب ويجيبوا الزرع ويجيبوا السكر ويجيبوا وتاي والخمط هذو قاع المسائل هماتي أشرف شي عندهم هما كانوا بد الخاض المطر يجي لترابهم وسالك من الجفاف الزرع يوكلوا الكويدر يردموه في الأراضي اللي فيها الفلاح وشي مولي راهو حق هذا الواد تراعي فيه تخلق فيه فلاحة اللي تعود وين تعود راكب على جمل تقبض السبولة سابق الجفاف وسابق يخلق هذه هي مسائلهم اللي عندهم اللبن واللحم والوحش والمسائل كاملة كانت كانوا ظاهرين لاحقين بلد بعيد من شي زين ومن القوة والمسائل ومن التملك لا نقول أنا كنت لا نقول نوصي المغرب عاطبة نوصي المغرب قاطبة يحذروا يستحفظوا لدينهم وعلى وحدتهم وعلى بعضهم البعض ويحذروا من هاي الخبوثات اللي داخل الإسلام وهذا إخواني وهذا نوع كذي وهذا نوع كذي بقين يفسدوا دينهم احنا بالله أفسرع منهم أراه المغرب أرض جميلة وأرض عجيبة وفهلولية وياسرين وشرفها الله بها والملوك العلويين ملوك المغرب قاع كاملين عندهم تاريخ ويلا راولا خلق فينا الشيء خصنا كاملين خاصة نختار مدينة كاملة عزينا
القدير زين، الدار البيضاء زين، الطرف هاي زين، هل زينين اسمع عنها ورايح داخل زين، والعيون زين، والقليميم زين، معاصم المغرب كاملين اختاروها يصد عنها ليش يصالح. ايوه هذا هو اللي نقولوا اليوم، تبارك الله في التلفزيون ديالكم تم تبين ليش يصالح، تبين ليش يصالح هاي الخبوثات وهاي اللي مستعريه وهذه اللي كذا وهذا نوع كامل لازم تحرموه. هذه النظرات الشاخصة المتأملة كافية للتعبير عما كان يختلج في قلوب جميع الصحراويين، خصوصا منهم سكان مدينة طنطن، من مرارة وحسرة أمام غياب أكبر تجمع قبائلي عرفته الصحراء المغربية. إنه موسم طنطن الشهير، هذا الموسم كانت فيه فايدة كبيرة للمنطقة الجنوبية والداخل المغرب. كانوا هون يجوا الناس من المنطقة اللي ما زالت أنا ذاك متحكمة فيها إسبانيا، كانوا يجيبوا سلعهم الياسرة، وكانت تفتح لهم الدولة الطريق وتعفيهم من جميع الرسوم جميع الضرائب، ويبيعوا سلعهم هنا في طنطان حدا الضريحان ذاك الموسم، ويجوا الناس من داخل المملكة المغربية ويرفدوا التجارة من هنا. وكان مكون الرواج للطنطان هذا كبير جدا. بقى ذاك الموسم إلى سنة 1974 هو آخر موسم. مقال الأول أنا من الناس المعمرة فيه، الأول فيه أنا من الناس المعمرة فيه. أسمعتني وهيك ساعة معايا تقريبا شي 40 معلم فيها 20 في الخيمة اللي أنا فيها، وفيها وخيمة ثانية فيها وكذلك، ومعانا واحدين ثانيين من القلمين جاونا مولي. المستجوبون الذين كانوا قد عايشوا فترة ازدهار الموسم فتحوا لنا قلوبهم وأصغينا إلى مناجاتهم ورغبتهم القوية لإعادة الحياة لموسم طنطن. مقال الله يعمر هذا الله يودي يرجع النبي بخير ولا خير. هيك سمعتني المقار بغينا يرجع لنا، واللي رجع واللي سبب لنا فيه الله يعطيه الخير، وان شاء الله نشغلوا فيه الخير. الا ان المنية قد اختطفت جل المستجوبين قبل ان يشهدوا حلمهم يتحقق مع الميلاد الجديد لموسم طالما انتظروه. بعد مضي 30 عاما عن توقفه، ها هي حوالي 700 خيمة تقليدية من وبر الماعز نصبت للاحتفال بعودة الموسم إلى مدينة طنطن. عودة استقطبت المئات من الزوار حاملين معهم موروثا ثقافيا غنيا بتاريخه، محتفلا بانتمائه إلى هذه العشائر والقبائل الصحراوية. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم الإعلان الرسمي في شهر شتنبر من سنة 2004 من طرف صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ورئيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن إعادة احتضان موسم طنطن وتسجيل اسمه ضمن قائمة الموروث الثقافي الإنساني. إحياء موسم طنطن عبارة عن عرس ثقافي سيدعم رسم آفاق جديدة أمام جميع القبائل الصحراوية من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي بما فيه الغناء والموسيقى والحكاية وكذلك الأسطورة.
إعادة الحياة لموسم طنطن سيعطي للثقافة الصحراوية المغربية أبعاداً عالمية، كما سيتيح لنمط عيش الرحل فرصة الانتشار وعبر جميع أقطار العالم، مبرزاً أهمية هذه التجربة الإنسانية الفريدة التي عمرت آلاف السنين.